المغرب، وكذلك اللقطات الأخرى لأشرف حكيمي وسفيان بوفال وحكيم زياش مع أمهاتهم وعائلاتهم. بالقول هذه المشاهد مع العائلة لا نراها كثيرا، وهي أكبر محفز للاعبين لتقديم أفضل ما عندهم، وهي أحد أسرار انتصارات المنتخب المغربي. مشاهدينا، نبدأ حصتنا بمتابعة هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل نبيل عبد اللاوي، من ثم نبدأ النقاش. لقد زاوج مونديال قطر بين متنافسين على اللقب العالمي بغية اكتساب ريادة تصدر تصنيف الفيفا، وبين من يرغب أن تتصدر جبينه قبلة أمه وعناق أبيه. لقد أثبت العرس المونديالي في قطر دور الأسرة وتخصيصاً على الأمهات، كيف حملن 9 أشهر وهناً على وهن، وخطام من أرضعته صغيراً يعانقها بحرارة ويراقصها فرحاً فوق العشب الأخضر الذي صار أبيضاً كالحليب. تقر الكثير من شواهد الحياة أن الجو الأسري الملائم هو ذلك الجو الذي يدعو إلى الثقة والإطمئنان لتحقيق الهدف المنشود، فالدعم الأسري إكسير للنجاح أو للإخفاق، إذ لابد وأن تكون الأسرة على قدر من الفطنة في تلمس نواحي القصور لدى أبنائها من قدرات ومهارات حتى تعمل على رفع مستواها إلى الحد المطلوب والممكن بما يتناسب مع حجم موهبة المبدع. لقد كانت الأم وستظل ترى الشمس مشرقة على جبين أبنائها وبناتها، وقد انتدبت لها مكانا شرقيا تهز بجذع النجاح. أساس الأسرة هي الأم، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، بقول الشاعر حافظ إبراهيم. ستظل قاطرة النجاح تسير فوق سكة الدعم الأسري الذي لا تقف في وجهه غير تشوير التوجيه لوجهة قطار سريع نحو محطة التفوق، ونهايته هذه أمي وهذا أنا وهذا أبي وهذا أنا. التكافل قيمة الأسرة العربية المسلمة، محورها الأم التي أنبتها الله نباتا حسنا. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند ربي يرزق من يشاء. شكرا للزميل نبيل عبد اللاوي، فعلا تقرير جميل جدا، ولا نستطيع الا ان نبتسم حقيقه ونفرح بهذا الجيل الصاعد، نفخر به، جيل هذا المنتخب المغربي بالفعل علم الناس الكثير من الدروس في الانسانيه وفي الاخلاق وفي رضا الوالدين. ابدا بالترحيب بضيفتي من الدار البيضاء.